يأتي الزبائن إلى المحل فيطلبون بضاعة ليست متوفرة لدي، فأطلب منهم عربونا ك500 ريال أو نحوها لإثبات الجدية، ثم أذهب لمحلات الجملة وأشتريها لهم، فإن جاءوا لها بعتها لهم وأعطوني ما بقي من الثمن، وإن لم يأتوا أخذت قيمة العربون لصالح المحل، فما الحكم؟ أولا نقول بأن هذا الذي يأخذه ليس عربونا وإنما يسمى جدية الوعد، فهو الآن اتفق هو وإياهم على اعتبار أنه الآن يعني لم يتفق معهم على بيع، وإنما وعدهم بأن يأتي بالبضاعة ثم بعد ذلك بيعها عليهم، لكنه يقول أنا أخشى أن أذهب وآتي بالبضاعة ثم بعد ذلك يكون منكم عدول عن نية الشراء، وبناء على هذا فأريد منكم ما يدل على جدية ما تقولون، جدية الوعد. فأنتم إذا جدية الوعد فائدته أنكم لو عدلتم بعد أن ذهبت واشتريت البضاعة وأنها لا حاجة لي فيها إلا لبيعها، فحينما اشتريت البضاعة إذا عدلتم عنها ماذا أعمل بالبضاعة؟ قد أبيعها بخسارة. وبناء على هذا فأنا حينما أشتري البضاعة وأجي أريد بيعها عليكم، إن اتفقنا على البيع والحمد لله فعلى كل حال فثمنها تعطوني إياه وأنا أعطيكم كامل الجدية، الجدية نفس المبلغ الذي أعطيتوني إياه ليس لي وإنما هو بيدي أمانة، لكنه أشبه ما يكون بيدي رهن، بمعنى أن يعني رهن ضمان، بمعنى لو عدلتم بعت البضاعة وما خسرته أخذته من هذا المبلغ تعويض، وإن بعتها بي على كل حال بثمنها أو بأكثر أعطيتك كامل المبلغ، فإذا هذا ليس جدية، ليس عربونا وإنما هو جدية وعد. هذه ناحية، والناحية الثانية الذي بينه وبينهم ليس عقد بيع وإنما هو وعد أنهم يشترون منه البضاعة إذا أحضرها، فإذا هذا كله جائز، ولكننا نقول بأن هذا المبلغ الذي يسمونه عربون ليس عربونا وإنما هو جدية وعد، وبناء على هذا فهذه الجدية حسب ما يكون ضمان يأخذ من الضمان من هذا المبلغ إذا عدلوا وخسر يأخذ منه قيمة الخسارة والباقي يرجعه له إن بقي شيء.